نروح بقى للناس اللي بتحب قيادة الدراجات النارية أو الموتوسيكلات، بيكونوا متمسكين برياضتهم جدا، وكمان في جروبات على السوشيال ميديا بتجمعهم على مستوى العالم، بيكون في بينهم روح محبة وتواصل، وفي مجموعة من هواة قيادات الموتوسيكلات بيكونوا من جنسيات مختلفة كانوا في مصر عملوا جولة، نشوف عملوا ايه ونرجع مرة ثانية. اهم اهدافنا ان احنا ننشر الثقافه بتاعه الوعي بالموتوسيكلات وقواعد الدراجات الناريه، وفي نفس الوقت ننشر ثقافه التسامح والتقبل الاخر، بدليل ان احنا في ناس من جميع بلاد العالم جايين لمصر. اعلم الكثير منهم من قبل خلال المشاركات السابقه، ورايت عددا من ركيب الدراجات وهم سائقون مهره للغايه، وتعد تجربه رائعه جدا. الواحد بيعدي على اماكن كتير قوي في بلده، فبيكتشف اماكن جديده، الاقصر، غردقه، اسوان، كل الاماكن دي بنروحها بالموتوسيكلات، فبتكتشف اماكن جديده. اللي يركب موتوسيكل مره ما يقدرش يستغنى عنه، حتى لو معاه عربيه ملوش دعوه، دي الموتوسيكل ده هوايه ممتعه فعلا. هو ممكن يكون خطر طبعا شويه، ولكن احنا بنعمل زي فورميشن، الفورميشن دي احنا بنسيطر، بندي فيه روت كابتن هو المسؤول عن التحرك، مش ماشي عشوائي، كل واحد ماشي في فورميشن مظبوط. موتوسيكلات هي اللايف بتاعت حياتنا، الحاجه الجميله اللي بتطلع النيجاتيف انرجي بتاعنا، عباره عن لقاء زي الكوره ما بتجمع الناس، هي الموتوسايكل هو اللي بيجمعنا. كل جروب مثلا باتش، انت في اي مكان بتروحه، مسابقه، بلد رحتها، بتاخد بينز في الكلام ده كله، فبيبقى ايه كل واحد على حسب، يعني انت بتشوف الفيست بتاعه، جروبه، هو من فين، شابتر ايه. حب الموتوسيكلات ده يعني اما الواحد بيبتدي يركب بيحس ان هو ما يقدرش يستغنى عنه ابدا، وبنحاول كمان نعلم الناس والراكبي الدراجات عموما انه احترام المرور واجب.